انا هسمي حضرتك دلوقتي احنا في الصاعقه في الاوقات الخاصه، انت عارف الأغنية بتاعته. لا بس الاغنيه دي، بس استني بس عشان احسن، اصل الاغنيه دي حصل في فعل فاعل دخلوا فيها طبله هم أيوة عملوها أغنية. لا هي الأول، أنا عندي التسجيل أنا الأولاني. هسمعها هنشوفها دلوقتي وهتلاقيها على الشاشة الكبيرة كمان. بتاع إنما الفكرة المنسي ده اللي إيه أسطورة. فكرة الأغاني دي؟ ده بيجروا كل كتيبة ودايما في الجري، أصل أنت قال لي طابور الجري بيبقى قد إيه؟ يعني كده بسم الله ما شاء الله، يعني بنقول بسم الله كده بيبقى 20 كيلو في خطوة ضاحية أيوة. اللي هو بس هو باين ان هم بيجروا، لا ده في الاثنين وخميس ده بيجري، فدايما عشان الجري زي فاكره زمان لما كانوا بيشدوا المراكب يقولوا عندي هي لهو ايه، لا يعني هو الكلام ايوه بي بي والفكره، انما هو الفكره كلها ان دايما بيخلي المجموعه كلنا مع بعض، ايوه بس كل كتيبه بتبقى عامله لها اغنيه. اغاني في صاحه ايوه صاحه في البر مش عارف ايه، ويحكوا حكايات بقى ايوه هناك من هم دول احمد منسي والشهيد منسي والكلام ده الاغنيه بس ما بس عليه الصوت، انما ما فيش الاغنيه ما فيش هم بيعملوا ده هم بيجروا، لا فيها رق ولا فيها طبله ولا فيها المسخره دي كلها. وري لي دخلوا وري عليها مشاهد. يلا يا كابتن. قالوا ايه علينا دول وقالوا ايه؟ قالوا ايه علينا دول وقالوا ايه؟ انت بقى اسمه الاسطوره، انت بقى اسمه الاسطوره من اسوان للمعموره. قالوا نموت ولا يدخل مصر خفيت وجبان، وقالوا ايه؟ خالد مغربي دبابة، خالد مغربي دبابة بطل وجنبه احنا غلابة، وقالوا ايه؟ العسكري علي من الشجان، العسكري علي من الشجان متراجل وسط الفرسان، وقالوا ايه؟ يا دكتوره انت قريتي الكلام ده باين انه بينهج. انا شايفها هم بيجروا، ما ده بيتعمل دايما في طوابير دي بعد المنسي على فكره بشهر نزلت. ما هو طوابير الاضاحي، ما هو القوات الخاصه هو يعني القوات الخاصه قدرها ان هي بتقعد تتدرب في اليوم 24 ساعه هي بتتدرب يجي 40 ساعه اساليني زي ما اعرفش انما هو ده كده. وعشان كده اقسم بالله لما جت حرب اكتوبر فاكتشفنا ولاد القوات الخاصه لا ده الحرب اسهل كتير على اللي شفناه، ايوه هو بيحطك تحت اصعب الظروف. ايوه